هي إلا المرتزقة، المرتزقة في السياسة، المرتزقة في الإعلام، المرتزقة في أي مجال. لا يتحدث عن الوطنية إلا المرتزقة. الجميع يعملون لصالح الوطن دون أن يذكر عنهم كلمة الوطن أو الوطنية. فمن تسمعه يتحدث عن الوطن أو الوطنية تأكد على الفور أنه من المرتزقة. نعود إلى الجانب الآخر، وهو الخطاب الذي أصدره اتحاد الكرة ثم أنكره، وجاء فيه لفظ المدعو. الكذب شيمة هؤلاء الناس منذ زمن طويل، اعتادوا الكذب وصدقوا أكاذيبه وأصبحوا يدافعون عن أكاذيبهم. ولولا الثورة العارمة للجماهير ولكثير من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي ضد هذا البيان ما أنكروه وما كذبوه، ولكن تمسكوا به لكثير من الوقت حتى جاءت ثورة. حتى أن نجيب ساويرس وهو أحد رجال الانقلاب العسكري هاجمهم بشراسة. ودعني أشيد بالتويتة الخاصة باللاعب السابق أحمد حسام ميدو عندما وجه كلامه إلى بقية اللاعبين، لأنهم من وجهة نظري المسؤولون الأوائل عن تلك الأزمة. لو خرج اللاعبون وتحدثوا بصراحة لانتهى الموضوع، ولكن اللاعبين أضعف من أن يقولوا شيء، لأن استبعادهم وعقوباتهم جاهزة ومغلفة ويمكن تطبيقها في لمح البصر بإيقافات محلية أو عقوبات أو استبعاد من المنتخب. والنظام المصري قبل أن يكون اتحاد الكرة مسؤول، النظام المصري اخترع في السنوات الأخيرة من العقوبات المغلفة والمفبركة ما يجعلنا متأكدين أن أي لاعب سيخرج عن إطار اتحاد الكرة ويفضحهم ويقول الحقيقة سيكون معرضا للعقاب. للأسف محمد صلاح على حق 100%. موضوع أن يسافر اللاعبون على البزنس في كنت السفر أسألك فيه فهو حتى. أمر طبيعي. استمعت إلى مجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني قبل أن هنجيب أدخل منين في هذا الموضوع، هنجيب منين بزنس كلاس لكل اللعيبة والكل الطاقم إلا إذا كنت أنت عايز تسافر لوحدك؟ أولا أحب أقول معلومة للسادة المشاهدين في قناة مكملين. أغلب فرق العالم الكبرى لديها طائراتها الخاصة وهي كلها مقاعد بزنس، لا يوجد فيها مقاعد إيكونومي. أما في دوري كرة السلة للمحترفين في أمريكا وهو اسمه NBA، في هذا الدوري كل الفرق المشاركة فيه، كل الفرق، البطل مثل آخر فريق، كل فريق لديه طائرة خاصة بها مقاعد تتحول إلى سراير، إلى سراير. طول المقعد عندما يتحول إلى سرير يزيد عن 210 سنتيمترات للاعبين. هذا هو الاحتراف. إما أنك تريد احترافا أو لا تريد احترافا. أنت تريد منتخبا هزيلا يلعب فقط على البطولات الإفريقية ولا ينافس على الشأن العالمي، افعل ما تشاء، يسافر إيكونومي، يسافر في قطار، يسافر في سيارات، هذا شأنكم. ولكن إذا أردتم لمنتخب مصر شأنا عالميا فيجب أن تصعدوا بهذا الفريق إداريا أولا. الصعود لا يكون في الملعب الأول، الصعود إداري الأول. نحن مهلهلون إداريا. لا يوجد في مصر، بداية من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم وعضو الفيفا، نهاية بأصغر عضو، من يعرف الاحتراف الحقيقي في كرة القدم. والدليل على ذلك أنهم قالوا أن محمد صلاح يريد معاملة خاصة، كتبوا هذا في خطابهم وبيانهم الرسمي الذي لم يكذبوه، الذي اعترفوا به. طيب نتحدث قليلا، هم يقولون ذلك وهم من جعلوه مختلفا عن زملائه. هم أنفسهم عندما طلبوا منه عدم النزول إلى الإفطار، كل اللاعبين نزلوا إلى الإفطار ومنعوا محمد صلاح. المسؤولون في اتحاد الكرة هم منعوا محمد صلاح من النزول. إذن أنتم الذين فرقتوا بين محمد صلاح وبين بقية اللاعبين بقرار منكم. أنتم لا تعرفون ماذا تريدون، أنتم لا تفهمون أصلا في أي شيء في مجال كرة القدم. فعلا هذا الاتحاد
يجب أن يقال في أسرع وقت. ولكن حتى لو قيل هذا الاتحاد سيأتي من هم مثله، لأن القاعدة في مصر بكل أسف خلت من الأكفاء. هم نجحوا في طرد كل الأكفاء، هم نجحوا في تقليل من شأن كل الأكفاء. مصر أصبحت مقبرة للأكفاء وخصوصا في مجال الرياضة. طيب دكتور، قبل أن ننتقل سياسيا إلى هذه النقطة بالتحديد، أود أن أعود إلى نقطة الخاصة باستقالة اتحاد الكرة. بالمناسبة، مما أثار الموضوع بشكل كبير هو فكرة أنه عندما طلب محامي صلاح أن يعني يتم النظر إلى هذه الطلبات بشكل جاد، وإلا فإنه سيطلب من اتحاد الكرة الاستقالة. هل هذا أولا يعني من حق محمد صلاح ومن حق وكيل محمد صلاح؟ هذا أولا. ثانيا، هل هذا يؤكد أن محمد صلاح في بعد كأس العالم بالفعل سكت عما صار بحجة أن هذا الاتحاد سيستقيل ولم يستقيل؟ أنا لا أضع موضوع استقالة اتحاد الكرة في اعتباري على الإطلاق، لا أطالب به ولا أنتظره ولا أتوقعه، لأن اتحاد الكرة يمثل خاتما في يد النظام، والنظام لا يستغنى عن خواتمه، النظام يستغنى عن من يثير له جدلا أو من يثير له ضيقا. واتحاد كرة القدم نفذ في موضوع إقامة المعسكر في الشيشان ما هو أبعد ما يكون عن الخيال وعن الواقع وعن الأمور الجيدة، وذلك استرضاء للنظام، فالنظام سيحافظ على هذا الاتحاد. فلا مجال للحديث عن استقالة هذا الاتحاد. هذا الاتحاد موجود لأنه خاضع، لأنه موجود في المكان الذي يريده مسؤول هذا البلد. نحن نتحدث فقط عن ماذا فعله الاتحاد مع محمد صلاح وماذا فعله محمد صلاح مع الاتحاد. طيب، محمد صلاح يملك وفي هذه النقطة في هذه أن يعتزل اللعب دوليا. نعم، تفضل دكتور، أكمل هذه النقطة. محمد صلاح يملك أن يقول اعتزلت اللعب دوليا. اليوم قرأنا أن نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي ونجم منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم الماضية جيمي فاردي يعلن اعتزاله الدولي، ويمكنه الاستمرار. إذن اعتزال اللعب دوليا لا يقلل من شأنه ولا يعرضه لعقوبات، لأن هذا قرار شخصي. بيلي اعتزل اللعب دوليا وهو قادر، كرويف اعتزل اللعب دوليا ولم يذهب لكأس العالم 78 وهو قادر، وكثيرون من نجوم كرة القدم اعتزلوا اللعبة دوليا، ولكن محمد صلاح يريد أن يسجل لنفسه تاريخا ويريد أن يرفع شأن بلاده في البطولات المقبلة، خاصة أنه لم يفز من قبل بكأس الأمم الإفريقية ويريد أن يحفر اسمه عليها كما وكان قد وصل إلى النهائي في البطولة الماضية. إذا ساعدوه. نحن في البداية والنهاية حتى لا نثير جدلا أكثر مما ينبغي، طلبات محمد صلاح مقبولة ومعقولة. يجب ألا نحاول استغلال محمد صلاح ولا ابتزاز محمد صلاح ولا محاولة سرقة نجاح محمد صلاح، كما يجب ألا نكون كارهين لنجاح. كراهية نجاح النجم المصري شيء مرفوض إذا كنا نتحدث عن هذا بالتحديد. دكتور، ما أود أن أسألك عنه، هناك من وجهة نظرك كيف ترى فكرة استخدام محمد صلاح في الدعاية السياسية وخلط الرياضة أيضا بالسياسة والملفات الشائكة من هذا القبيل؟ محمد صلاح تم استخدامه سياسيا بامتياز في الفترة الماضية، منها من كان بموافقته ومنها من كان عن غير علمه. ما حدث في الشيشان من لقاءات مع الرئيس قاديروف المتهم بانتهاك حقوق الإنسان كلها كانت أمور استغلال رهيب في السياسة، ولكن دون علمه، لم يكن عارفا بتلك الأمور. ولكن محمد صلاح وبعلم تام وافق على اللقاء الرئيس السيسي، وافق على التقاط الصور معه، وافق على دفع 5 مليون لصندوق تحيا مصر، وكلها أمور سياسية قبل أن تكون من أي نوع آخر. وتم استغلاله كثيرا بعد تأهل مصر إلى كأس العالم، وذهب مع زملائه إلى الرئاسة والتقى مع السيسي غير مرة، وتم توجيه الحوارات لي وابتسم. كل هذه كانت استغلالات سياسية
بعضها كان يعلمها ويقرها وبعضها لم يكن يعلمها، ولكن تم استغلاله تماما. ليس الأمر نحو مزيد من الاستغلال، بمرور الوقت الاستغلال سيزيد. محمد صلاح إذا توج بجائزة أحسن لاعب في أوروبا وهو بين المرشحين الثلاثة مع رونالدو ومودريتش، انتظر في مصر احتفالا غير عادي. وهل في ذلك أي مشكلة دكتورة؟ ما ذلك هائلاً. عادي ويحدث في كل دول العالم. لا، الاستغلال السياسي لنجوم الرياضة موجود في العالم كله، ولكن بقدر، لا نحن نزيد من ذلك القدر. نجوم الرياضة غير مطالبين أن يذهبوا إلى الرؤساء للتصوير معهم. نجوم الرياضة غير مطالبين أن يدفعوا أموالا لصناديق بلادهم، ولكن هم أجبروا محمد صلاح على ذلك. ومحمد صلاح فوق رقبته سيف، هذا السيف هو التجنيد، لأن محمد صلاح لا يزال في سن التجنيد. وفي أي لحظة، ولا تضع في اعتبارك أنهم يخشون من نادي ليفربول أو من اتحاد الكرة الدولي أو من أي شخص، هم قادرون في أي لحظة يتواجد فيها محمد صلاح في مصر، أو أن يكون تحت يدهم في أي دولة أخرى، أن يسحبوه إلى مصر وألا يخرج ثانية إلا بعد أن يؤدي التجنيد الذي قد يمتد إلى 3 سنوات، يضيع خلاله مستقبله ولا يهمهم مطلقا مطلقا. هم قبضوا على وقتلوا مئات أو ألاف من أساتذة الجامعة من خير رجال مصر، محمد صلاح يمثل واحد. ولذلك محمد صلاح يخشى على نفسه، ومعه الحق، معه حق أن يخشى على نفسه، لأنه يريد أن يذهب ويعود للقاء والده، والدته، أسرته، أهله، أصدقائه، يريد أن يكون ذهابه وإيابه إلى مصر سلسا. ولذلك هو لا يمانع مطلقا في بعض الاستغلال السياسي، في بعض الاستغلال السياسي، ولكن الذي لا يشوهه كما حدث من تشويه في لقائه مع قديروف المتهم بانتهاك حقوق الإنسان، وهو معرضه لهجوم شرس في الصحافة الإنجليزية، لا سيما في صحافة ليفربول النادي الذي يلعب له. دكتور، حتى نغلق ملف صلاح في هذه الحلقة، من وجهة نظرك من الذي أو إلى أي مدى يمكن أن ينتهي هذا التصعيد بين صلاح والاتحاد المصري؟ من الفائز في هذه الجولة؟ في البداية لا يوجد الآن أمر مباشر يعلن نهاية الموضوع. مثلا لن يكون هناك قرار فوري باستدعاء أمن لحماية صلاح، ولن يكون هناك قرار فوري بتنفيذ طلبات صلاح أو سفر المنتخب على طائرات البزنس، على مقاعد البزنس، أو إنهاء أزمة استغلال صورة صلاح. ولكن بمرور الوقت، وانتظر كما أقول لك، بمرور الوقت سيتم تنفيذ كل طلبات محمد صلاح تدريجيا تدريجيا، سيتم تنفيذها ولكن في سرية وفي هدوء، حتى لا يقال أن مصر أو أن النظام أو أن اتحاد الكرة رضخ لطلبات محمد صلاح. نعم. ولكن سيتم تنفيذ كل تلك الطلبات تدريجيا، وربما يقال لمحمد صلاح شفهيا: سننفذ كل طلباتك، ولكن من فضلك لا تتكلم الآن ولا تقل أن طلباتك تم تنفيذها. نعم. إذن مشاهدينا، دكتور علاء، أكثر من لاعب فر من مصر إلى دول أجنبية ليمثل تلك الدول بدلا من مصر. كان أبرز هؤلاء مؤخرا محمود فوزي سبيع، بطل المصارعة المصري، الذي أعلن اللاعب باسم الولايات المتحدة الأمريكية في الأولمبياد المقبلة عام 2020 في العاصمة اليابانية طوكيو. وسبق وأن اشتكى سبيع استبعاده من دولة ألعاب البحر المتوسط لحساب لاعب آخر مغمور بقرار من رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب فرج عامر. مشاهدينا، في هذا المحور الأخير من قصة اليوم، مجدد معكم الترحيب بضيفي الدكتور علاء صادق. وهنا أسأل الدكتور: لماذا يمثل بعض اللاعبين المصريين فرقا وأندية أجنبية غير مصرية؟ موضوع انتقال عدد من اللاعبين من بلادهم إلى بلاد أخرى للحصول على جنسياتها وتمثيلها مسألة ليست جديدة ولن تكون فريدة. هذا يحدث منذ قديم الأزل، ولا أجد فيما يحدث في هذا الأمر أي زلزالا في مصر. عدد كبير من المصريين في كل زمان ومكان تركوا مصر وسافروا واحترفوا في دول أجنبية ولعبوا لها. كان أولهم
في الثلاثينيات من القرن الماضي، أي في زمن الملك فؤاد وليس الملك فاروق، كان نجم الغطس فريد سميكة الذي هاجر من مصر ونال الجنسية الأمريكية، ولاعب كرة القدم توفيق عبد الله الذي هاجر من مصر ونال الجنسية الأمريكية، وكثيرون في سنوات أخرى. كما أن هناك لاعبين من غير الجنسية المصرية لعبوا لمنتخب مصر، براسكوس حارس مرمى مصر في كأس أمم إفريقيا الأولى التي فزنا بها في السودان 1957 كان يونانيا، شحتة لاعب الإسماعيلي الشهير الذي شارك منتخب مصر في كثير من البطولات صحيح. الدولية كان من باكستان، شحتة الإسكندراني نجم منتخب مصر الأول في السبعينيات في وسط الملعب كان من ليبيا. إذن هذا الأمر لا أعتبره إدانة ولا أعتبره مشكلة، سواء من لعب لمصر أو من ترك مصر ليلعب في الخارج. ولكن إذا كان هناك لاعب تعرض للظلم فاضطر للسفر فهذه حالة خاصة. نحن هنا نتحدث عن الظلم أولا، لا نتحدث عن انتقاله إلى دولة أوروبية أو أمريكية أو حصوله على جنسيات. نحن يجب أن نتحدث عن تعرض هذا اللاعب للظلم إذا كنا متأكدين أنه قد ظلم. ولكن في حالة هذا اللاعب المصارع الذي كتب أو نشر صورته بالفانيلا الأمريكية وقال أنه سيمثل أمريكا في كأس العالم في الدورة الأولمبية المقبلة، فلا أجد مما نشر كثيرا من الحقيقة ولا أجد كثيرا من الوثائق، لا استبعاده موثق ولا تدخل فرج عامر موثق ولا حصوله على الجنسية الأمريكية موثق ولا مشاركته مع أمريكا في الدورة الأولمبية المقبلة موثق، لا يوجد شيء موثق. ولكن هناك ما هو وثيقة فعلا؟ هو لاعب المصارعة الذي لعب لبلغاريا، اللاعب المصري الذي لعب لبلغاريا ونال ميدالية في البطولة الأوروبية الأخيرة. هذه حالة حقيقية، وهذا اللاعب فعلا تعرض للاضطهاد ولم ينل المعاملة الطيبة ولم ينل العلاج الكافي في مصر، فاضطر للسفر وعولج وتزوج من بلغارية ونال الجنسية البلغارية ثم أصبح بطلا، وهذا هو ما نقيس عليه. أما المصارع الجديد فلا أعتبره مقياسا لأنني لا أملك أي دليل على صدق أو كذب ما قال. طيب دكتور، ختاما من وجهة نظرك، كيف يتم هدم القدوات في أغلب المجالات الرياضية في مصر خاصة مؤخرا؟ هناك ظاهرة وهي فكرة القدوة في أي مجال وخاصة الرياضة يتم هدمه بشكل كامل إن لم يتم ترويضه. عندما يصعد الأقزام لابد أن يختفي العمالقة، هذه هي الإجابة المختصرة جدا على سؤالك. عندما تصير الدولة ملكا للأقزام في كل المجالات لابد أن يختفي العمالقة. كيف يسمح القزم الذي يتولى منصبا رئيسيا في أي قطاع أو مؤسسة أو وزارة أن يتواجد بجواره عملاق أو عملاقان أو أكثر؟ لن يمكنه السيطرة عليهم ولن يمكنه الحصول على الأضواء في وجودهم، ولذلك قتلهم أولا ودفنهم ثانيا هما الحل الوحيد لظهور هؤلاء الأقزام الذين ينتشرون في كل القطاعات. لا يوجد في مصر الآن في أي قطاع إلا والأقزام هم المسيطرون، كل القطاعات كل المؤسسات الأقزام هم المسيطرون. قد يعتقد البعض من أموالهم أنهم غير أقزام، أو من شهرتهم أنهم غير أقزام، أو من ماضيهم أنهم غير أقزام، ولكن أن تكون قزما هذا سلوك وليس شكل، هذا سلوك. القزم هو من يقبل أن ينحني ليركب الكثيرون على ظهره، وهؤلاء احنوا كثيرا 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 حتى صاروا أقزاما أمام الجميع. إذن عندما يصعد الأقزام يختفي العمالقة، كان هذا الرد المختصر والذي سنختم به الحلقة للدكتور علاء صادق الناقد الرياضي، كان معنا عبر الأقمار الصناعية. شكرا جزيلا لك دكتور، وأيضا الشكر للك